بس. وابتدى بقى في الوقت ده يعني انديه تضغط ان انا اخلص الصفقه قبل ما الاهلي يخلص، عشان الاهلي كان مش هينفع يخلص الصفقه طول ما هو بيلعب فاينلز مع الاتحاد، عشان ده الصح ان هو يحافظ على فرقته وعلى الناس اللي بتلعب، ما يحصلش اي توتر ان احنا بنتكلم مع عمرو، فممكن عمرو ده يجي مكان حد ده يتوتر. بس انا الصراحه يعني قفلت كل المفاوضات لحد ما الاهلي يخلص الدوري، بعد كده بقى الناس كلها كلمتني، كابتن طارق وكابتن اشرف ومودي الجارحي برضو كان ليه دور كبير بس، وربنا كرمنا يعني وجينا النادي الاهلي انا وعمر الحمد اول لله. ما جيت بقى مين اول واحد استقبلك في الفرقه؟ قال لك يا كابتن عمرو تعالى وقعد معاك وعرفك على الفرقه ما هو برضو انا نسيت اجيب سيرته، ايهاب امين. ايهاب امين كان على طول الوقت في المفاوضات معايا، عشان هو صاحبي من اكتر ناس صحابي اللي قبل ما اجي من الفريق، يعني ان هو يوم الاجازه انا بقابل ايهاب امين وعمر طارق، دول اكتر ناس صحابي يعني بره المجال الباسكت كمان، ان هو بنقابل صحابنا اصلا ما بيلعبوش باسكت او بيلعبوا باسكت بس في انديه تانية وكده، دول اكتر ناس اللي انا بكون قاعد معاهم طول الوقت. فايهاب كان على طول معايا برضو في وقت المفاوضات ده يوم بيوم بقى، وكان معايا والناس بتكلمني بتاعت الانديه التانية، وكان معايا في كل حاجه. فهو ايهاب سهل عليا ان انا اخش هو، واول ما جيت كمان يعني علاقتي اتطورت بمودي الجارحي. انا علاقتي وانا مع مودي ما كانتش كويسه قوي وانا في الجزيره، اشمعنى بقى احكي لنا هو حصل مشاكل ولا؟ ايوه هو طول كنا هو لعيب حماسي وانا لعيب حماسي، هو عايز يكسب وانا عايز اكسب، فكان على طول بيبقى في مناوشات كده بينا في الماتشات، بننكش بين بعض كوارتر وكوارتر ممكن يعني جوه الماتش كمان، اللي هو عايز يكسب وانا عايز اكسب، وهو عايز يموت نفسه فريقه تكسب وانا عايز يموت نفسه فريقه يكسب، فعلى طول اللعيبه دي بيبقى فيها كلاشات كده جوه الملعب، ما تبانش يعني حتى كلام كده. فهو بس هو من او في وقت المفاوضات كان بيكلمني كتير جدا وكده، ولما جيت النادي وهو كان كابتن الفريق قدر الصراحه هو وايهاب والجمال وسيف كل الفرق اللعيبه الكبيره يعني تدخلني جوه الفريق بسهوله يعني انا خدت وقت طويل عقبال ما